السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم فيروز ودي قناتي، قناة روزا ديزاينز. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض مج بالصلصال الحراري شكل ورد بلدي، ويلا بينا نشوف هنعمل الورد ده ازاي. اول حاجة انا جبت مج لونه بينك نظيف ومسحاب الكحول، هبدأ احط قطعة علشان اسند عليها الورد بتاعي وفروع الشجر. عملت 3 درجات من اللون البينك، من الغامق للفاتح، وصلت بيه للأبيض. هبدأ أعملها كور صغيرة متساوية في الحجم، وهبدأ أفردها بإيدي بالراحة، أرقق الوردة البتلات بتاعت الوردة على قد ما أقدر. زي ما انتوا شايفين كده بحاول أفردها بس من غير ما تتقطع، شايفينها رفيعة ازاي. هبدأ أستخدم بصمة الورد، في أشكال كتير للبصمات، أنا دي البصمة اللي عندي كويسة. هعملهم بالراحة واحدة واحدة لحد ما اعمل كل البتلات بتاعت الوردة الواحدة بجميع الدرجات. هنا انا بدأت اخد من الالوان الباستيل، عملت كده مزيج من الابيض وما بين الاحمر الغامق علشان يديني تأثير، بنفض بس شوية البودرة دي علشان ما تبقاش تقيلة وما تكلكعش، وبعمل بيها كده شادو على الأطراف. هبدأ أرتب بتلات الوردة بالراحة من غير ما أتك عليها، وأخلي الأشكال بتاعتها تنطمس، يدوب بسندها من الطرف بتاعها من ورا، وابدأ اوزعهم كده واحاول اخلي الوردة حرة. احط تاني طبقة برضو بنفس الطريقة. واحنا بنعمل الخطوة دي نكون حذرين اننا نفطس الوردة على بعضها. انا لو شايفين هتلاقوني بالراحة كده بحاول اسايس الوردة. حاول اظبطهم كده على بعض، طبعا ورا الكاميرا بيكون اسهل بكتير. انا هحط اخر طبقة، هبدأ بقى أفرقها عن بعض كده وأتني الأطراف بتاعتها لبره عشان تبان قريبة من الحقيقية أكتر. حابة أعرف آرائكم في التعليقات، ياريت تكتبولي في التعليقات، لازم تكتبولي آرائكم علشان أعرف انتوا حبيتوا ده ولا لأ. ولو انتوا مش مشتركين في القناة يلا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان توصلكوا كل الفيديوهات الجديدة. هنا انا هبدأ اقطع الجزء من الوردة اللي في النهاية اللي كنت ماسكة بيه عشان اثبتها، واثبتها بالراحة جدا في الجزء الاخضر
عشان اضمن انها تكون ثابته. وانا هنا استخدمت صلصال ليكويد علشان اضمن انها ما تفكش بعد الخبز، يدوب بطرف الكتر كده بثبتهم. وانا كنت عاملة وردتين مسبقا حطيتهم هنا. وعملت درجة الاخضر دي، وبرضه هستخدم لها بصامة لورق الشجر، في بصمات وفي قوالب كمان للورق الشجر، اختاروا اللي يعجبكم، هتسهل عليكم الخطوة دي بتاعة شكل ورق الشجر. هبدأ اثبتهم بقى واحدة واحدة. احنا بنثبت الجزء اللي جوه، لكن الجزء اللي بره طرف الوردة او طرف ورقة الشجر مش بثبته عشان تبقى باينة انها فيها حيوية. ما تنسوش تكتبولي ارائكو، وياريت تكتبولي لو عندكم اي نصايح او اي افكار عايزينها تتنفذ على القناة، ياريت تقولولي. هنا انا عملت وردة صغيرة جدا هحطها في الجزء اللي فوق، هي نفس الفكرة اللي انا عملتها في الاول، لكن هي وردة صغيرة يدوب طبقة واحدة بس. هنا انا هعمل زهرة صغيرة كده زي زهرة الياسمين، هملى بيها الفراغ ده وتكسر اللون معايا باللون ابيض. ابدأ اوزعهم بقى. من غير ما ابوظ ورق الوردة. هنا هضيف كده لمسة بسيطة من الوان الباستيل على ورق الشجر. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى يا رب يكون بالنسبة لكم كان سهل وكان خفيف على قلبكم. اتمنى تعملوا لي لايك على الفيديو وتفعلوا الجرس وتسيبوا لي كومنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.